عبسو عبسو ما اسمعها، ما عجبتوش ما عجبتوش ما عجبتوش، لازم فور واحد زوج ثلاثة ها. هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا، طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. الغاز والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها مساء الخير. وش راكم؟ راكم فرحانين بالعطلة؟ شكون اللي جاب المعدل أكثر من 8؟ واو. شكون اللي جاب المعدل أكثر من 9؟ شاطرين بزاف. أوه هايلين 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 هايلين. وش راكي بنتي؟ تعالي تعالي تعالي، طلعوا لي العروسة هذه ثاني. فوالا طلعوا لي العروسة هذه. واش ولي اروح لا لا واش راكي حسيني؟ واش راكي شكون اللي عيط لي؟ واش انت؟ واسمك؟ مايا؟ شحال في عمرك مايا؟ 4 سنين وشاطرة هكذا؟ وكي تكبري؟ باينة باينة تخرجي حاجة كبيرة بنتي، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق. واسمك بنتي؟ واسمها؟ أمير؟ أمير؟ أمير أمير وأمير. الله يبارك الله يبارك. سبب أنتي أوكي يا أطفال، لازم تبقوا منظمين هكذا باش الحفل، باش كي تشوفوا روحتكم في التلفزيون يعجبكم الحال. يا أخي واش البنتي؟ يلا أوكي سبب أنتي واش تقولي لهم؟ تحبيهم؟ نحبهم. قولي لهم نحبكم؟ نحبكم. قالت لكم نحبكم صفقوا عليها. على بالكم علاش؟ علاش طلعت هاد الأطفال معايا اليوم؟ شكون اللي يعرف يوم 14 مارس واش يصادف؟ يوم 14 مارس. يوم 14 مارس، تعرفي؟ يوم احتياجات الخاصة. يصادف يوم 14 مارس يوم معاق. اهدر يوم العالمي. يوم العالمي. اليوم اليوم لا لا مش اليوم العالمي، اليوم الوطني. شكون اللي يعرف اليوم العالمي وقتاش؟ اللي يعرف اليوم العالمي للمعاق نعطي له هدية. اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. هما عبالي الكبار على بالهم. يلا. جوان؟ لا لا ماشي في جوان. شكون اللي يعرف؟ أنت قلتي لهم مدام؟ قلتي لهم؟ إذا قلتي لهم ما نجيش من هنا كاع. يوم 3 ديسمبر هو كما قلت لكم أنفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. يوم 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. نتوقفوا اليوم باش نديروا حوصلة ونتوقفوا مع هذه الشريحة هذه. أنا درت لكم غنية نقول فيها لأن الإعاقة ماهيش جسدية، الإعاقة ذهنية. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن تكون عنده إعاقة ولكن تصيب عنده إرادة كبيرة. هذه الأغنية يقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي رب
ربي قادر أرادني عديمة لكنني أثابر بإرادتي وعزيمة. يلا أنا المعاق لكن. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغاياتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاياتي العظيمة. حابين تصوروا ما مناني حاب نتصور معكم، ولكن كي نكملوا الحفل راح نجي لبلاصه كبيره ونتصوروا كامل يا اخي. اذا قلنا يوم 14 مارس هو يوم ذوي الاحتياجات الخاصه. واسمك؟ طاووس. طاووس، واش تقولي لهم الطاووس؟ ما عندك ما تقولي لهم؟ مرحبا بكم. اي رحبت بكم، قلت لكم مرحبا بكم. تحبوها؟ تحبوا طاووس؟ هم يحبوك. شفتي شحال واحد يحبك؟ الله يبارك. صفقوا عليها، صفقوا عليها، صفقوا عليها، صفقوا عليها. واش راكي بنتي؟ لاباس؟
اي وراء يمها يمها وراهي. الله يبارك الله يبارك. وعجبك الحال باينه وعجبها الحال. خلاص خلوها بشركي لاباس. واسمك؟ وسام. الله يبارك. واش تقولي لهم؟ تحبيهم؟ ايه. قولي لهم نحبكم. نحبكم. وانتم ما تحبوها؟ تحبوها. الله يبارك. كملوا الحفل ولا ما نكملوش؟ نكملوا. واش رايكم نغنوا ويلتي يا ويلتي؟ شكون اللي يعرفها؟ ويل غنوا معايا. ويلتي يا ويلتي ستعاقبني معلمتي. عاود معايا. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني بأشد العقاب. يلا كمل معايا. وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال في هذه الأغنية لازم تشفوا على المقطع الأخير فقط اللي هو يقول من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح
أمي وأبي. وش رأيكم؟ شكون يعرف الآية تاع طاعة الوالدين؟ طاعة الوالدين. أروحي منها بنتي. فوالا قولي لنا. آسيا في الشراقة. وقل ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. شكرا. شكون اللي يعرف الآية كاملة؟ الآية كاملة كاملة. تعرفيها كاملة؟ ريهام براقي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. كي جيتي في المقطع المهم والأهم ما قلتيش ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كبيرا وقل كريما وقل برافو 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 برافو. وش رايكم نغنوا نحبك يا امي نحبك يا ابي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. كامل معايا نحبك يا امي نحبك يا ابي كامل. نحبك ماما يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما لا أقول لكما أف ولا أنهركما لا أقول لكما أف ولا أنهركما. أنا عاملكم بلطف وانت أمركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما يا رب ارزقهما جنة من الجنات يا رب ارزقهما جنة من الجنات. واغفر لهما الذنب يا رحمن واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. شكرا 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 شكرا. لا أقول لهما أف ولا أنهرهما نعاملهم بلطف ونطيع أمرهما. إذن طاعة الوالدين يا أطفال مهمة جدا جدا جدا. يا أخي لازم تطيعوهم ما تكونوش قباح. أنتم عاقلين عاقلين الله يبارك على بالي بلي شاطرين
وعقلين. شكرا 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 شكرا. وش رايكم دركا قبل ما يعود يرجع مو يزيد؟ تحبوا العاب الخفه؟ راح نجيبوا الساحر لاعب الخفه اللي هو عمو مراد اللي جانا من مدينه البليده. تحيه تحيه لعمو مراد، ويعود يرجع عمو يزيد. Thank you.
رأيكم؟ وش رأيكم؟ أنا عندي سؤال بسيط، وش نديروا في العطل والأعياد؟ وش نديروا في العطل والأعياد؟ وش نديروا؟ نقسموا وقتنا. واش نديرو في العطل؟ تعالي بنتي ماريا. في حرشة هنا برك. جيتي على رجليك في طنوبيل؟ باباك وماماك فنيانين. واش نديرو في العطل والأعياد؟ نزورو الأقارب. برافو، زيارة الأقارب. كيفاش نسميوها زيارة الأقارب؟ شكون اللي يعرف؟ واسمك بنتي؟ رميسة. وين تسكني رميسة؟ في الحراش. الله يبارك. كيف اسمها هذه؟ صلة الرحم. صلة الرحم. عمو يزيد دالكم أغنية على صلة الأرحام. على بالكم يا أطفال، حنا كي كنا صغار أنا نشفى كنا نسنو في العطلة ونهاية الأسبوع والأعياد باش نروحوا نلعبوا ونروحوا نتلاقوا مع الأقارب، مع أولاد العم، مع أولاد الخال، أولاد الخالة، أولاد العمة. كنا نفرحوا بزاف ونروحوا، كي نروحوا نزوروا الأقارب كنا نفرحوا، خاصة الجد والجدة. يا أخي، إذن هذه الأغنية خاصة بصلة الأرحام، قل فيها ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الشيء والله حرام. يلا صلة الأرحام كمل معايا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام سأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. هذا العيد ها قد جاء يا أبنائي يا أحباب فأقاربنا يلا ندق عليهم باب. هذا العيد ها قد جاء يا أبنائي يا أحباب فأقاربنا هنا وهناك يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر والله حرام. ليس عندي فرق بين
الأيام ليس عندي فرق بين عم خالي في الأرحام. أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر وهو حرام. شكرا 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 شكرا. ليس عندي فرق بين خالي وعمي في الأرحام. كيف كيف لازم زيارة الأقارب يا أطفال، خاصة كي يكبروا، وخاصة كي يكونوا مرض ولا يكونوا محتاجين مساعدة. حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.